الأستاذ الروائي المتألق نجيب القيلاني رحمه الله، فيجب أن نعرف أنه هو في مصر، ومصر كانت تموج في الجانب الأدبي والروايات، وهناك كتاب مشاهير في هذا الميدان. ولكن الميزة اللي أضافها الدكتور نجيب القيلاني لدخوله في مجال الأدب هو صبغه بالصبغة الإسلامية، وهذا كان يعني كانت ميزة كبيرة جدا، بحيث تقدم روايات ويقدم أدب ولكن بفكر إسلامي، بناء على فكره الإسلامي الوسطي. وأيضا مما يميز أدبه هو اهتمامه بقضايا المسلمين في أنحاء العالم، وكذلك قضية المسلمين الكبرى اللي هي قضية فلسطين. فنجد في أغلب رواياته وفي أغلب كتاباته اهتمام بهذا الجانب، بالبعد الإسلامي، بقضية الأمة. وهناك ملمح آخر في أدبه هو طرح الإشكاليات اللي موجودة في المجتمع وطرح الحلول لها، ولكن كله من خلال الأدب ومن خلال الرواية. لهذه المواقف تعرض في حياته إلى الاعتقال عدة مرات في مصر، أكثر من 4 مرات، وقضى فيها يعني سنين من حياته في السجن. فنسأل الله أن يعني أن يتقبل منه وما قدم في ميدان الأدب وفي ميدان الفن وفي ميدان الشعر. فقد تربينا فترة على رواياته وعلى كتبه، وكان لها أثر في تشكيل شخصيتنا وربطنا بالأدب بشكل عام. أفضل من وصف الروائي نجيب القيلاني قيل عنه أنه كان يكتب بأنين، يبدو أنين السجون وأنين المطاردات وأنين القضية العامة التي كانت لا تخلو في رواياته، مثل ما تفضلتم كان يكتب بأنين وبصدق. وكذلك الروائي نجيب القيلاني كان يكتب بمحتوى، يعني مع الأسف اليوم خلينا نتكلم عن واقعنا العربي، خلينا نقول يعني كثير من الروايات ما فيها محتوى، كثير من خلينا نقول الكتب والمؤلفات ربما تخلو من محتوى، وهذه للأسف الروايات والمحتوى بعض الأحيان تمثل على شكل تمثيلية وعلى شكل فيلم يعني، بل العكس من ذلك، بعض الروايات والعياذ بالله ربما فيها روايات غير أخلاقية، ربما روايات فاسدة للعقيدة وفاسدة للمجتمع يعني بصورة عامة يعني. ولكن هو استطاع أن يعني يوصل رسالة إلى الروائيين، أنه بل هو ألح على الرواية الهادفة يعني، يعني يختلف عن كثير من الروائيين أنه كان يكتب رواية بأهداف وبمحتوى وبمضمون يعني. طبعا رحمه الله تعالى توفي بمرض السرطان البنكرياسي، فتوفي عام 1995، واستطاعت هذه الروايات أن تكون خالدة إلى يومنا هذا، بالأخص حقيقة رواية اليوم الموعود أنا قرأتها بنفسي، ورواية الليل الطويل حقيقة روايتان مهذبتان، روايتان تتكلم عن آلام السجون وتتكلم عن المحتوى الذي مرت المحطات التي مر بها نجيب القيلاني رحمه الله تعالى.